السلام عليكم ليكيب وتوجور مرحبا بكم في قناة شيف وشان الهمة وشان. اليوم الشيف وشان جاب لكم وصفة جد رائعة تاع حلويات بمناسبة عيد الفطر المبارك. روحوا نشوفوا هنا المقادير واش عندنا. عندنا نص كاس تاع سكر غلاس، نص كاس تاع كاوكاو كما راكم تشوفوا او مرحي ماشي بودرة يعني شغل فيه شوية. عندنا هنايا سوغيز نشبكو بها، عندي خمارة، عندي هنايا زوج صوفار وحبة كاملة 250 غرام تاع زبدة، عندنا حبة تاع ليمون باش نسحقو الزاز تاعها، هنا عندنا ملعقة تاع لافاني، وعندنا كاوكاو باش نشبكو به وبيان سور الفارين. فيما يخص النوع تاع الحلويات اللي احنا نخدموها اليوم ان شاء الله، يعني احنا نخدمو مشوك معسل. يعني مش راح يشد لك اليد ووصفة اقتصادية، ويعني شغل الناس يخدموها بزاف في المناسبات، وحاجة خفيفة وطري وما شاء الله. حاجة الأولى نتكلوا على الله، روحوا نوجدوا العجينة تاعنا. بون ليكيب نبداو على بركة الله، بسم الله. رايحين كما قلت لكم نخدموا العجينة تاعنا. هنا عندنا 250 تاع زبدة تكون ذائبة، نحيوها من البواط تاعها بهذا الشكل. فوالا هنا نفتحو الزبدة تاعنا هي الأولى، بون تكون ذائبة بهذا الشكل. هنا نحطو نص كاس تاع السكر تاعنا، سكر غلاس، نخلطو قبل السكر مع الزبدة تاعنا باش نتحصلو على كريمة. بهذا الشكل فوالا. هنا نضيفو لوفاني تاعنا، نزيدو حبة بيض كاملة وزوج صفار فوالا، نديرو مبشور الليمون باش يعطينا نكهة جد رائعة، نخلطو مع بعض المكونات هذوما فوالا، نخلطو مليح باش يتدخلو مليح في بعضهم. فوالا بهذا الشكل. في الأخير نزيدو نص كاس تاع الكاوكاو تاعنا، نخلطه جيدا كما راكم تشوفوا هنايا. دوك نزيدو الفارينة تدريجيا غير بالأقل بهذا الشكل، نحصلو على العجينة تاعنا بهذا الشكل. نزيدو الفارينة، هنا ما ننساوش نديرو الخمارة تاعنا بهذا الشكل، حوالي واحد الملعقة صغيرة فوالا. انا خلينا شوية نكملو، نخلطو نلمو بالفارينة تاعنا على الأقل. يعني الوصفة هذه جد رائعة. وليكيب هنايا نكمل نعجن، نلمو العجينة تاعنا ونوليو ليكم. بوليكيب
فوالا انا لايمت العجينه تاعي فوالا كما راكم تشوفوا هنايا خليتها طريه خلوها ترتاح نروحو نكملو لاسويت كما راكم تشوفوا. انا هنايا لميت غير بالفرينة يعني ما درتش عبر وما درتش غراماج. اوكي ليكيب وليكيب هنا بعد ما ارتاحت العجينه تاعنا نلعبو خفيف باسكو الكاوكاو تاعنا يشرب والعجينه تاعنا ثاني تشرب باش ما تيبسلناش. هنايا نديرو 30 غرام في الحبه تاع المشوك فوالا نوزنو كما قلت لكم 30 عليكم غرام في الحبه تاع المشوك فوالا. دائما لازم نلعبو خفيف نكملو نوزنو ليكيب العجينة تاعنا ونعودو نتلاقا. بون فوالا ليكيب كيما قلت لكم رانا كورنا يعني فاصونينا المشوك تاعنا بهذه الطريقة. دونك هنا رايحين نشبحوه بالكاوكاو. بون هنايا عندي زوج صفار عفوا زوج بياض نديرو له ملعقة صغيرة تاع لافاني بهذا الشكل نخلطو البياض تاعنا مع ملعقة تاع لافاني كيما راكم تشوفو. دونك هنايا واش راح نديرو ان شاء الله بسم الله بالحبة رايحين نرمدو المشوك تاعنا بهذه الطريقة نحطوه ديريكت في الكاوكاو نرمدوه مليح بهذه الطريقة فوالا ونحطو ديريكت في الكيسات كيما راكم تشوفو. نزيدو ثانية نغطسوها مليح في البياض من البياض للكاوكاو نزيدو ثالثة بهذه الطريقة نرمدوهم في الكاوكاو بهذه الطريقة يعني بديون اللي خدمنا الخضرة اللي فاتت راهو ما شاء الله يعني كانت وصفة جد رائعة. وبالنسبة للمشوك يعني ثانيك وصفة جد رائعة وسهلة وخفيفة. وفوالا دوك نكملو كاع لي كيسات اللي عندنا ونحطو المشوك تاعنا يطيب في درجة حرارة 180 مدة 4 ساعة نتحصلو على لون ذهبي نحيوه ونكملو لاسويت. وفوالا ليكيب رانا كملنا المشوك تاعنا درنا في لي كيسات. دوك هنايا نجيبو مطرق تاع شوا كيما راكم تشوفوا نثقبوا كل حبه بهذا الشكل باش كي يطيب نعسلوه راح يشرب لنا العسيله تاعنا بهذا الشكل. وبالنسبه للسوريز انا مانيش رايح ندير هذوكا باسكو لو كان ندير هذوكا راح طيب مع المشوك وتنطلق يعني شغل الشكل تاعها راح يتلف. جو بريفير دوك كي يطيب لي المشوك تاعي نخرجو ونلصقها بشويه تاع حسيله يشد روحو يخرج لنا باهي كيما قلت لكم. دونك نكمل نثقب كاع المشوك تاعي ونديرو يطيب في درجه حراره 180 مده 4 ساعه. اوكي ليكيب نروحو نكملو نثقبو ونديروه يطيب ونتلاقاو في الصحن تاعنا نعسلو المشوك. بون فوالا ليكيب بعد ما طبلنا المشوك تاعنا راهو سخون. دونك هنايا حضرت حسيله السوريز. بون هنايا على كل حال رايحين نديرو ملعقة واحدة نعسلو بها المشوك تاعنا كيما راكم تشوفو بهذه الطريقة. إذا كان شرب المشوك تاعكم عسيلة يعني تقدرو تضيفو زوج مغارف بهذا الشكل فوالا. أنا نكمل نعسل المشوك تاعي بهذه الطريقة ندير له حبيبات تاع سوريز
بهذا الشكل هذا. كما قلت لكم نكمل نعسل المشوك تاعي ونشبهه بالسوريز ونتلاقاو في صحن التقديم. بون فوالا ليكيب، رانا لحقنا لنهايه الوصفه تاع اليوم. الوصفه تاع اليوم كانت عباره عن مشوك معسل. الله الله، ان شاء الله تكونوا تبعتوني خطوه بخطوه. معليا ما نقول لكم غير صحة عيدكم وصحة رمضانكم، وان شاء الله نجربوا الوصفه وتدعيوا لنا دعوه الخير مع شيف وشان الهام وشان، وانتظروني في فرصه اخرى. اوكي ليكيب، السلام عليكم.